السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، احوالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فصفات ام يا ام الناجحه. نهار جديد ان شاء الله ووصفه جديده على القناه. كيف ما كيبان معكم اليوم غادي نحضر معكم الطريقه كيفاش وجدت هذا الدجاج اللي محمر بواحد التتبيله خطيره خطيره بنينه بزاف بزاف، وغادي نحمروه بلا فران بلا ما نقليوه في الزيت كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نديروه غير في الكسرونه ولا في المقله وغادي يجي رائع. اكتشفوا معايا هذه الطريقه والمكونات. بسم الله على بركة الله. في اول خطوة غادي نبدأ بالتتبيلة ديالنا. هاد التتبيلة البنات لذيذة بزاف، وهي اللي كتعطينا واحد المذاق لهاد الدجاج ديالنا رائع، وكتعطينا ديك اللون المحمر الغزال. عندي هنايا في التوابل غادي نحتاج لواحد الكمية من السودانية ولا الفلفل الحار، المهم كمية تقدروا ديروا كتير ولا قليل. انا درت هنا واحد راس معلقة ديال الفلفل الحار، درت معلقة ديال سكينجبير، درت نص معلقة ديال الخرقوم بلدي، درت نص معلقة ديال الكاري، إلا كان عندكم الكاري غديروه، ما كانش غادي تستغناو عليه، واحد راس معلقة ديال البزار، وضفت عليهم معلقة ديال الباربيكا ولا تحميرة، معلقة صغيرة يعني العبر بمعلقة صغيرة، مع نص معلقة ديال الثومة غبرة. هادو اعشاب عندي مملحه ديال الدجاج، الا كانت متوفره عندكم غادي ديروا واحد المعلقه صغيره، الا ما كانتش غديروا شويه ديال الزعتر وشويه ديال الازير يعني اكليل الجبل. غادي نزيد عليهم واحد المعلقه كبيره ديال الخل، الا كان الخل ديروه، الا ما كانش تقدروا ديروه في بلاصتو معلقه ديال الحامض. غادي نضيف عليهم واحد المعلقه قياس هكا معلقه ما عمرهاش مزيان ديال كيف ما شفتوا معايا مشات لي سميتو المايونيز. وغادي نضيف عليهم واحد قياس حتى هي معلقه ما عمرهاش مزيان ديال الكيتشوب. هذا الخليط مع بعضياته راه كيعطينا واحد اللون لهاد الدجاج، وكيعطينا واحد المذاق رائع. غادي نزيد عليهم ثلاثة ديال المعالق ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف عليهم الحليب هنا باش نخفف هذا الخليط. الا بغيتو ديروا الحليب غديروه، درت 3 ديال المعالق انا اللي غادي ندير ديال الحليب. الا ما بغيتوش ديروا الحليب غادي تخفوه ب 3 ديال المعالق ديال الماء. الا كان عندكم ياغورت طبيعي غادي ديروا واحد المعلقه ديال ياغورت طبيعي في عود الحليب، وتخفوا شويه ديال الماء طبعا باش كتجي معكم هاد الشرميله خفيفه وما كتجيش ثقيله. صافي هذه هي الشرميله ديالي الرائعه اللذيذه الغزاله صراحه، اللي كتعطيني واحد المذاق غزال بزاف لهاد الدجاج. هي بسيطه ولكن كتعطي واحد اللذه لهاد الدجاج رائعه. الكميه ديال الدجاج دائما كتبقى على حسابكم بعد ما كنغسلوه طبعا، والطريقه دائما المعروفه كنغسلوه يعني بالحامض والملحه وسكينجبير، وكنزيد ليهم انا واحد المعلقه ديال الدقيق وكنغسلهم باش كيتنقاو مزيان. الكميه اللي بغيتو كتختاروها، كناخذو كل كيف ما شفتو كل فخيدات هكا كناخذهم وكنفلحهم بالموس، يعني ضروري ما تفلحوهم بالموس باش كيدخل ليهم كيتشربوا ديك الشرميله وكيجيو بنان بزاف. صافي انا مباشره غير غادي يعني بعد ما شرملتهم غادي ندوز نطيبهم، ما خليتهمش نهائيا يرتاحوا. الا بغيتو تخليوهم يرتاحوا يعني حتى كيتشرب داك الشرميله داك الدجاج، انا راه مباشره بعد ما درت هاد الشرميله غادي نحطهم في المقله. اليوم غادي نطيبوا البنات غير في المقله ولا طنجره صغيره كيف ما كتشوفوا معايا، ما غاديش نحتاجوا لا فران، ما غاديش نحتاجوا اننا نحمروهم نحمروا هاد الدجاج ديالنا نقليوه ولا، غادي نطيبوهم غير في هاد المقله وغادي يجي محمر الدجاج وغادي يجي مقرمش وغادي يجي غزال. كيف ما شفتوني خديت المقله حطيت فيها الوراق ديال الطبخ ودهنته بواحد تقريبا واحد جوج معالق ديال الزيت، وصافي كنوضع هاد الفخيدات ديال الدجاج ولا الطريفات ديال الدجاج اللي بغيتو ديروا اي طريفات ديال الدجاج غادي ديروهم بهذه الطريقه، راهم غادي يجيوكم محمرين وغادي يجيو ولدات وغادي يجيو بنان. هذيك الشرميله اللي بقات ليا كلها كيف ما شفتوا راني خويتها من الفوق. صافي غادي نغطي على الدجاج ديالي مزيان، يعني ما غاديش نخلي له منين غادي يتنفس نهائيا. نضيف عليه واحد الورقه واحده اخرى من بعد ما بللتها بالماء، من الاحسن بللوها بالماء باش كتثبت وكتغطي الدجاج كله، ما تخليوش نهائيا يعني ما تخليلوش منين غادي يتنفس. وغادي نغطي المقله ديالي
ضروري ما تغطيوه. هذه يعني مرحلة مهمة. من بعد ما كتغطيوه بالكاغط كتغطيوه اصلا بالغطايه، ولا لما كانت عندكم الغطايه ديال المقله ديروه خارج شي تبصيل، المهم ما تخليوش يتنفس. بالنسبه للعافيه كيف ما شفتوني حطيتها على نار متوسطه في الاول، داز هكاك تقريبا واحد الخمسة دقائق بما بدات الطنجره يعني سخنات وبدات كتغلي كيف ما كتشوفوها. في هذا الوقت هذا راه غادي نقلل البوطه وغادي نخليها على نار مهيله. هانتوما كتشوفوا علاش هاد الطريقه، باش ما يتحرقش ليكم الدجاج، يتحمر بزاف ويتحرق. كتخليه يطيب على نار مهيله لمده ديال 25 دقيقه هكاك. كتحلو عليه المره الاولى هكا، كتحلو كطلو كتلقاو الدجاج بان راه قرب يطيب، لان كياخدش هو معنا نهائيا الوقت. غير هنا هاد المرحله علاش كنحلو عليه، باش كنقلبوه يتحمر لينا من الوجه الاخر كيف ما كتشوفوا هنايا. يعني كيكون تحمر ليا من هاد الوجه كنقلبو باش يتحمر ليا من الوجه الثاني، كنعاود نغطي عليه مزيان ونخليه عاوتاني واحد شويه ديال الوقت، ماشي بزاف. ما حسبتش صراحه واحد 10 دقائق هكاك دازت، صافي كنلقى بان راه تحمر ليا من الوجه الثاني كيف ما كتشوفوا. ها نتوما هاني كنقلبو معاكم، كيكون تحمر وخدا ديك اللون المذهب كيف ما كتشوفوا. عفوا هانتوما يعني كنحاول نبين لكم بان راه تحمر الدجاج وخذا لوين زوين، داك اللون مذهب ورائع وغزال بزاف، وهذيك المريقه كتكون تعلكات فيه كيف ما كتشوفوا كيتكراميليزا، يعني كيرجع واحد اللون عنده ديال الكراميل وكيجي غايه في الروعه. صافي ما كياخذش معنا الوقت بزاف، صافي غادي نطفي عليه دابا من بعد ما وجد، يعني راه تحمر كاع من الوجوه ديالو. صافي كيكون هذا هو الدجاج ديالي رائع، لا في المذاق صراحه الله كيجي لذيذ بزاف، ولا هذيك الترميله اللي كتعطيه هذا اللون المذهب يعني، وكيجي محمر وحنا ما يعني ما قليناهش في الزيت نهائيا وما حمرناهش في الفران، وكيجي غزال من اروع ما يكون. زعما نتمنى انكم تجربوا هذا الطبق لانه كيجي بنين بزاف بزاف. وكيف ما ديما الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم واللايكات ديالكم، وشكرا لكم. الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله، تبقوا على خير، مع السلامه.